السلام عليكم، معكم عبد العزيز التمامي، طالب سنة خامس. اليوم إن شاء الله راح نشرح بشكل بسيط ريفيو لل Young Adult Hip Pain. أنا متفهم إن وقتكم ضيق ووقتي ضيق، فبحاول إن شاء الله نختصر الموضوع قد ما نقدر وهايلايت الأشياء المهمة والأشياء اللي غالبا هي اللي بتجي بالاختبار، زائد الأشياء اللي بيك أب في الكويستشن عشان نجاوب السؤال إن شاء الله. فبنتكلم أول شيء يعني ريفيو بسيط عن الهيب أناتومي، لأن الهيب أناتومي لو بنتكلم عليه بنجلس ساعة أو ساعات، فبتكلم بس على الأشياء المهمة اللي لها علاقة بالديزيز اللي بنتكلم عنها، زائد الفور ديزيزز diagnosis overview treatment بسيط عنه. فإن شاء الله ما راح نطول ونختصر الموضوع، فإن شاء الله نبدأ الحين بالـ hip anatomy ونشوف الأمراض بعدها. طيب بسم الله نبدأ. طبعا الـ hip joint هو مكان، هو الجوينت التقاء الفيمر مع الـ pelvis، فيطلع لنا joint ball and socket نفس الشولدر. ball اللي هو head of femur هو البول، والسوكت هو استابيلو. فيعني البول هي ال head of femur هذا، والسوكت داخل اللي هو الاستابيلو من داخل. ممتاز. طيب ففيه structures مهمة لازم نعرفها. أول شيء في 3 ligaments تجي حول ال hip joint، طبعا كلها رايحة للفيمر صح، فنهاية اسمها femoral، بدايتها طالعة من أجزاء من البلفس. فعندنا ال ilio femoral ligament من الإليوم للفيمر، عندنا البيوبو فيمورال ليجمنت من البيوبس، وعندنا من ورا الاسكيو فيمورال ليجمنت. 3 ليجمنت واضحة. بعدين عندنا الساينوفيال كابسول، الكابسول تبع الجوينت. الهيب از ساينوفيال جوينت، وش يعني؟ يعني في كابسول داخله ساينوفيال فلويد، فلو نشيل الكابسول راح يكون فيه نورمالي سينوفيل فلويد داخل. طيب بعدين تشيل الفيمر تشوف داخل، داخل هذا الفراغ كله اسمه استابيلوم، هو السوكت والبول هو الهيد اوف فيمر. ممتاز. طيب ففي شيء هنا مره مهم هو الليبرم. ليبرم هو يعني continuation of the cartilage اللي داخل الاستابيلوم. فيعني لو رجعنا الهيب الفيمر دقيقة، ايه الفيمر ما راح نقدر نشوف الكارتليج اللي داخل صح، لان الفيمر هيد مغطي، بس نقدر نشوف الليبروم الاخضر اللي منور هنا. ممتاز. فلما الـ hip joint يتحرك، هو التقاء الـ head of femur مع الليبروم. فيعني واضحة head of femur مع الليبروم. طيب هذا باختصار البوني اناتومي اوف ذا هيب. طيب بسم الله نرجع ونتكلم على اول ديزيز اللي هو فيمرو استابيلر امبنجمنت. فمن اسمه تقدر تعرف الديزيز فيمرو، لان في جزء مشكله في الفيمر، استابيلو جزء مشكله في الاستابيلم، امبنجمنت يعني في امبنجمنت يعني احتكاك مو نورمال. نورمالي اكيد راح يصير في احتكاك، يعني لما ال هيب جوينت يتحرك طبيعي راح يصير في احتكاك داخل الجوينت صح، بس الامبنجمنت هو احتكاك اب نورمال. فهو اب نورمال كونتاكت بتوين الهيد اوف فيمر مع الاستابيلوم. طيب ليه abnormal؟ لأن في يصير damage to the labrum. طيب نشوف ال types
عشان توضح أكثر. طيب نورمالي قلنا أن الهيد أوف فيمر هو بول داخل السوكت اللي هو الأستابيلم. طيب هذا هيد أوف فيمر وداخل هو الأستابيلم، ممتاز. طيب فإذا صار في أي ديسربشن في البول أند سوكت هذا الأناتومي راح يصير فيه impingement، يعني أي بروز سواء كان هنا سواء كان هنا سواء كان من داخل هنا راح يصير فيه abnormal contact اللي هو impingement، واضح؟ طيب عندنا two يعني important types. قلنا femoral استابيلون، صح؟ طيب ففيه تايب femoral وفي تايب استابيلون. التايب الفيمرو هو الكام، فالمشكلة نورمال استابيلون، صح؟ يعني الليبروم مو ما في بروز، الاستابيلون ما في خشونة، ما في شيء، بس المشكلة في الفيمر، هيد اوف فيمر. فنورمالي هنا فيه زي ديبريشن، بس مع الكام لا يصير فيه بروز، يصير يعني الهيد اوف فيمر نفس يعني الدايمتر حق الهيد تقريبا نفس الدايمتر حق النك، بس نورمالي الدايمتر حق الهيد اكبر من الدايمتر تبع النك. طيب فالبروز هذا وش راح وش مشكلته؟ ليش؟ طيب وش المشكلة؟ واذا في بروز، اذا في بروز اذا صار فيه موشن هنا فليكشن اكستنشن راح يصير في احتكاك هنا ابنورمال كونتاكت اللي هو الامبنجمنت. طيب نفس الفكرة في البنسر، البنسر بدال ما البروز يكون في الفيمر يكون البروز في الاستابيلم، ممتاز. فمن اسمه بنسر زي اللي يقرص، فيقرص الفيمر إذا تحرك. وفي تايب اللي هو ميكست، في كام وفي بنسر، في مشكلة بالفيمر في مشكلة بالاستابيلم. طيب وإذا صار فيه impingement وإذا صار فيه abnormal contact وش المشكلة؟ طيب المشكلة أن يصير فيه labrum tear و carotid damage و secondary osteoarthritis. طيب diagnosis مهم في السؤال، راح يجي young athlete young ما هو old، old غالبا راح يجي hip pain راح تفكر osteoarthritis، بس young و hip pain و groin pain و worse with flexion، يعني يقول مثلا إذا جيت أمشي مسافات كثيرة أركض راح يزيد الألم. طيب وش يخفف الألم؟ يخفف الألم يقول لما أمسك الهب بالشكل كذا أسوي سي شيب وأمسك الهب، طيب هذا يسوي ريليفمنت temporary ريليفمنت، بس كذا لما يمسك ويضغط من الجهتين يصير كأنه يدلك هالمكان هنا فيصير فيه يخف الألم شوي. طيب الحين هنا المشكلة أن يجيك يانج مع continuous abnormal contact اللي هو impingement راح يجي عنده osteoarthritis، وهو يعني المفروض ما تشوف osteoarthritis في واحد يانج وأثليت، بس هالمشكلة راح تؤدي للأوستيوثرايتس. طيب ممتاز، فراح يجي young athlete مع groin pain relieved by doing C shape compression أو يسمونه C sign. مرات يجي بميكانيكال هيب سيمتومز، ميكانيكال يعني clicking و snapping، ممتاز. طيب هذا في الهيستوري. في الاكزامينيشن وش راح تشوف انت الحين في الاكزامينيشن؟ وش تبي تسوي عشان تأكد الامبنجمنت؟ تبي تخلي الامبنجمنت وورس. كيف تخلي الامبنجمنت وورس؟ انك تزيد الاحتكاك، ففي حركات معينة ممكن تسويها تزيد الابنورمال كونتاكت هذا. هو زين لانه راح you can detect الامبنجمنت. فطيب normally تلقى البيشنت بابنورمال باكسنال روتيشن، يعني راسه الجهة الثانية احنا قاعدين نشوف رجله وانت بكرامة، فنورمالي هو باكسترنال روتيشن يقول ارتاح
يسوي internal rotation بيوجع شوي بس عواف يعني ما راح يشتكي. بس normally رجله راح تطيح على ورا، أصابعه راح تأشر على برا external rotation. طيب أما بالموف بالسبيشال تيست في تو تيست اسمهم impingement تيست، واحد عشان نشوف الانتيرير superior type of impingement، واحد عشان نشوف posterior inferior type. طيب هنا الحركة واضحة، هنا نسوي flexion للهب، flexion للني، و internal rotation. هنا راح ال patient راح complain of pain، ال pain راح يزيد، فهذا يعني يؤكد أن فيه impingement. الحركة الثانية أن ال posterior inferior تسوي hyper extension، يعني ال الواحد لما منسدح هذا يعني تقريبا extended position، بس إذا انسدح على طرف السرير ومد رجله على ورا هذا hyper extension مع external rotation للهب يطلع الني على برا. طيب هذا راح يزيد البين مما يخليك suspect impingement. طيب فيعني راح يقولك في السؤال مثلا سواله fader test اللي هو flexion internal rotation وadduction صار في pain young athlete سي sign خاص ما بقى الامجينج صح ولا لا. هذا بس عشان نوضح ان ليش نسوي هالحركة عشان اجريفيت الامبنجمنت، نزيد من الامبنجمنت مما يزيد البين. طيب طيب imaging في تايبس كثير، في several techniques ما راح اتكلم عنها، بس بنتكلم عن ال most sensitive view اللي هو AP with true lateral. طيب الكل بون او كل جوينت له اي بي ولاترال. طيب الهب صعب ناخذ من فيه لاترال، بتقول طيب خلاص ينسدح على جنب وناخذ لاترال فيو، كذا البونز بتكون فوق بعض وما راح يمديك تشوف الجوينت صح. بس الترو لاترال راح يكون بهالبوزيشن يسمونه فروغ ليج فيو، راح يكون اكسترنال روتيشن النية على برا ونبعد اللق الثاني عشان ناخذ فيو صح للهب. طيب طيب وش راح نشوف؟ هذا على فكرة اي بي، يعني اي بي بدون لاترال وهذا اي بي. طيب طيب وش راح نشوف؟ احنا قلنا في تو تايبس كام وبنسر، هنا خلينا نركز بالكام. طيب قلنا فوق ان الكام مشكلة في الفيمر مو في الاستابيلوم. طيب وش المشكلة اللي بالفيمر؟ نورمالي قلنا ان الهيد اكبر من النك صح ولا لا؟ طيب ممتاز، هذا الفيمر ممتاز وما في مشكلة. خلاص نروح الفيمر الثاني، الفيمر الثاني اصلا واضح انه في امبنجمنت، يعني لو تاخذ الهيد هنا وتاخذ النك تقريبا نفس المسافة. طيب which is abnormal، يعني يسمونه pistol gun sign. شوفوا يعني ما عليك من اللي تحت، شوفوا اللي فوق، هنا مسكة البستل gun كله نفس الديامتر، فكذا سموه pistol gun sign. يعني لو ترسم كذا بيطلع معاك pistol gun. طيب هذا الكام. طيب البنسر يسمونه cross over sign، وش يعني؟ normally the posterior wall اللي هو هذا جاي قدام the anterior wall اللي هو هذا، فالأحمر قدام الأزرق ورا. طيب بس هنا لو نرسم خط في the posterior، هذا the posterior. طيب normally مفروض يعني أن the anterior يكون وراه، طيب ولكن بسبب البنسر اللي طالع هنا بروز صح قلنا راح يبدأ قدام البوستيرير بس يرجع نورمالي ورا البوستيرير، فش راح يسوي لك؟ كروس اوفر، يتقاطعون. طيب يعني هنا واضحة بدون ما نرسم، لو تشوفون تلاحظون
هذا ال posterior line، مفروض ال anterior line جاء قدامه وراه صح؟ كذا normally. بس لو تشوفون هنا، تشوفون هنا في ال impingement ال pincer، فش راح يعطيك؟ يعطيك cross over زي كذا تقريبا. طيب فهذا الكروس اوفر ساين. طبعا ال يعني في كل الهيب ديزيز الام رايز بيست، يعني سي تي ممكن يساعد شوي يخليك تشوف يعني بت يعني يسمونه يعني اشوف انا اشوف السي تي بيتر اكس ري، بس الام رايز جولد ستاندرد. يعني السي تي ممكن يعطيك 3 دي 3 دي فيو قبل العملية، بس الام راي از يعني جولد ستاندرد تو فيو الامبنجمنت. ممتاز. طيب التريتمنت في كل الهيب ديزيز في نعم سيرج كله في سيرج كل، ولو تلاحظون كلهم نفس الانديكيشن، راح تبدا بالنون سيرج كل ما نفع معك راح تروح سيرج كل. طيب مايلد سيمتوم راح تبدا نون سيرج كل، سيفير سيمتومز وافكت اللايف وفيل و النون سيرج كل تريتمنت فيلد راح تروح السيرجكل. فسهل على نفسك واعرف احفظها كذا، بداية نبدأ بالنون سيرجكل، ما نفع راح نروح السيرجكل، إذا كان سيفير وأفكت اللايف راح السيرجكل. طبعا يعتمد بس يعني كذا غالبا كل ديزيز. ففي الامبنجمنت نبدأ نون سيرجكل إذا كان ما فيه ميكانيكال سيمتومز وكانت مينيمال سيمتومز. إذا كان أثريت شو نقول له؟ نقول له يعني modify exercise، خله يعني ب less intensity. وكلهم نقول لهم NSAIDs for the pain و range of motion stretching، يعني كذا يعني تمارين فيزيوثيرابي. طيب ما نفع معك نروح السيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال تريتمنت بكل اختصار من اسمها راح تعرفها. طيب واحد arthroscopic osteoplasty، وش يعني؟ arthroscopy يعني بمنظار، osteoplasty يعني removing the excess bone. excess bone وين؟ احنا قلنا فوق ان ال يعني اصل ال impingement excess bone، سواء كان هنا او هنا يدخلون بمنظار ويشيلون هذا المكان. طيب هذا معنى osteoplasty، هذا ال indication له. طيب هنا عندنا open surgical hip dislocation and osteoplasty، من اسمها open surgical يعني ما هو arthroscopic مو بمنظار، يفتحون يعني شق. hip dislocation هم يسوون dislocation للهب، طيب يعني يطلعون الهب بول and socket، يطلعونها يطلعون الهيد اوف فيمر من السوكت اللي هو الاستبيلو ويسوون osteoplasty. طبعا هذه very invasive وما صاروا يسوونها، يعني قريت عنها وما عاد ما عاد صاروا يسوون هذه اول. ف دام بالاخير انت بتسوي اوستيوبلاستي خلاص سواها ارثوسكوبيك، ليه تفتح وتسوي هيب ديسلوكيشن؟ طيب وطبعا الحل الامثل الاسهل برضو انك تسوي هيب ارثروبلاستي، بس طبعا مو كل الناس. اذا كان يعني الدر يعني جاك في السؤال الدر 70 مثلا ولا 65، سويت اكس راي شفت اصلا في signs of osteoarthritis narrow joint space osteophytes يعني signs of osteoarthritis، خلاص ليه تعدل الامبنجمنت وراح يكون لسه في pain البين من الاوستيوثرايتس؟ فخلاص شل الهب كلها وحط مفصل صناعي وخلاص. فهنا هذه الخيارات tailored للبيشنت. ممتاز. طيب كده خلصنا الفيمرو سابيلر امبنجمنت. طيب نجي للديزيز الثاني اللي هو ادلت استابيلر ديسبلازيا، قريب من اسم اللي هو دي دي اتش ديفلوبمنتال ديسبلازيا اوف ذا هيب. وش يعني؟ يعني ان في شالو استابيلم. بكل اختصار الحين مفروض فيه هيد اوف فيمر هنا صح؟ طيب كل ما كان الاستبيلم ديب
الهيد اوف فيمر بيدخل زيادة صح؟ تلقائيا راح يصير مور ستيبل، يعني ستيبلايزيشن يعني فيري جود، لأن نسبة مرة قليلة ان الهيد اوف فيمر راح يطلع من الاستابيلوم صح؟ لأنه يعني مغروس جوا، غرقان جوا الاستابيلوم. طيب أما إذا كان هنا، هنا الاستابيلوم فيري شالو، سطحي، العمق قليل، فالهيد اوف فيمر صح بيدخل بس ما هو ستيبل، فيري ايزي تو بي ديسلوكيتد طيب، او موف يعني فريلي داخل وبرا الاستابيلوم. طيب ممتاز، فشالو استابيلوم lead to lack of anterior and lateral coverage، ما فيه بون، ما في يعني ستيبل بوردرز حول الهيد اوف فيمر، مما يؤدي الى ديسلوكيشن اوف ذا هيب. طيب فكلاسيفيكيشن هنا مهمه شوي، هي يعني كلاسيفيكيشن سيفيريتي من اللس سيفير تو المور سيفير. طيب عندنا اول شيء الديسبلاستيك، ديسبلاستيك الهيد اوف فيمر صح داخل بالاستابيلم بس فيه سوبيريور ديفكت، فوق فيه يعني ما في بون كفاية، فا easy for the stabilum to انه يرقى وينزل. طيب low dislocation نفس ال dysplastic type بس ال superior defect is bigger، مما يؤدي الى dislocation ولكن low، لان في superior border بس يعني في superior border بس يعني مأخوذ منه شوي defect. طيب عكس high dislocation، high dislocation ما في superior border أصلا، فالهب يرقى زي ما يبي ويسوي له استابيلوم هنا على كيفه. هنا في استابيلوم طيب لا ما راح يجلس، ليه؟ لأن ما في superior border يمسكه، ففي segmental defect of the rim، يعني مفروض ان الاستابيلوم كذا غرفة يدخل فيها البول، هنا ما في، هذا ما في، فالبول ترجع لفوق تروح تسوي له هنا استابيلوم لحالها. زين اتوقع يعني كذا واضح ان شاء الله، اتمنى وضحت يعني سيفيريتي، كل ما شلت السوبيريور بوردر كل ما رقى، ديسبلاستيك يرقى شوي، لو ديسلوكيشن يرقى نص نص، هاي ديسلوكيشن يرقى مره. طيب دايجنوسيس هيستوري اوف هيب بين او جروين بين، طبعا بكل الهيب ديزيزز راح يجيك بهيب بين، بس فيه يعني سبيسيفيك يعني معلومات تخليك ديتكت specific diseases. ممتاز، هنا راح يجيك بهيب وجروين بين laterally. ممتاز، بالphysical exam راح يصير فيه increased internal rotation، يعني الحين الني flexed، الهيب flexed، كيف وش يعني internal rotation؟ يعني انك تدخل الني على داخل، يعني انك تسحب الني على ورا، تسحب الفوت على ورا. طيب نورمالي الدكتور بيسحب وبيجي هنا مثلا يوقف، طيب بس اذا كان فيه ادولت ديسبليزيا راح يقدر يسحب كثير مره، يعني راح تجني يعني هنا، فهمتوا علي؟ يعني الفوت راح تكون بوجه الدكتور. طيب ليش؟ لان فيه سيجمنتال ديفكت، فيه يعني قلنا هنا ما في سوبيريور صح، فالهيد اوف فيمر راح يتحرك على كيفه، فراح يصير فيه زي اللاكسيتي، الهيب ما هو ستيبل. ممتاز، راح يصير فيه انكريست انترنال روتيشن. بعدين فيه جيت اسمها ترندلبرج جيت، شوفوا لها فيديو جدا واضحه، طبعا يروح للافكتد سايت لان في هنا
ويكنس. طيب لا، يميل فوق للأفكتد سايد، بس هنا يميل للأنفكتد سايد، الكونترالاترال. طيب شوفوا لها فيديو، هذه جدا مهمة، الترندلبرج جيت. بعدين هنا فيه اللي هو انتيرير ابريهنشن تيست، نفس الابريهنشن تيست اللي بالشولدر، هنا انت تبي تسوي ديسلوكيشن للهب. طيب فتسوي اكستنشن للهب مع انترنال روتيشن، فكذا انت ممكن تسوي ديسلوكيشن للهب، والبيشنت راح يشكي من احساس بالديسلوكيشن، فهذا برضو تيست يؤيد ال يعني ال suspicion of the disease. طيب فيعني increased internal rotation هنا، Trendelenburg gait هنا، و anterior apprehension test هنا. طيب imaging هذه ال classification اللي هنا، اللي dysplastic low dislocation high dislocation، هي هنا هذا dysplastic low و high، ترى السبيلوم هنا شفتوا كيف، هذا السبيلوم شوفوا وين راقية، هذا high dislocation، هنا هذا السبيلوم ف low dislocation، هنا صحي في الـ في الـ في الاستابيلم، ولكن يعني تطلع وترجع على كيفها. ممتاز. تريتمنت زي ما قلنا، نبدأ سبورتيف، فيرست لاين، رينج اوف موشن وستريتشنج وانسيدز للبين وديكريس ويت طبعا. طيب بس اذا كانت سيمتوماتيك ريرلي دو السبورتيف، ليش؟ ان إذا كان symptomatic will increase the risk of osteoarthritis، وإحنا ما نبي هالكلام، فنبدأ غالبا على طول بالسيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال هو periastabular osteotomy، وش يعني؟ من اسمها periastabular، نجي حول الاستابيلم، osteotomy يعني نقطع، نقطع المكان ونميله، نميله ليه؟ عشان نخلي الهيد اوف فيمر يدخل صح. احنا ما راح نقدر ندخل الهيد اوف فيمر، ولكن نقدر نحرك الاستابيلوم، نحركه ونخليه يضغط على الهيد اوف فيمر ويخليه مور ستيبل. طيب شوفوا هنا جبناه فوق ليه؟ تو بريفنت الهاي ديسلوكيشن واللو ديسلوكيشن، واضح؟ فجبناه هنا عشان ما نخليه يرقى هنا. ممتاز. طيب أما هنا شوفوا، شوف كيف هنا فيه ديفكت، فيقدر يرجع على كيفه. ممتاز. اسمها بيري استابيلر استيوتمي، يميلون الاستابيلوم بعدين يقفلونه ب بليت سكروز و سكروز فوق. ممتاز. طيب خلصنا من الادولت استابيلر ديسبليزيا. طيب ممتاز. ثيرد ديسوردر اللي هو سنابينج هيب سندروم، زي سنابينج الاصبع، في شيئين يضربون بعض يسوون زي سنابينج سنسيشن، ففيه جزء ثابت وفي جزء متحرك. ممتاز. فنشوف هنا the definition is a snapping sensation caused by motion of the muscle and tendon over bony structure around the hip joint. فالاناتومي تبع الهيب joint حولها muscles يعني جدا كثيرة، وtendons يعني جدا كثيرة، ففي فرصة ان muscles وهي تتحرك حول الهب تسوي لك snapping sensation. ليه؟ لان يعني theory ان التندن والعضلة شادة جدا لدرجة زي الجيتار، يعني اي شيء يمر جنبها او يضرب فيها راح يعطيك snapping sensation. ممتاز. طيب فالتايبس في internal snapping، external snapping، و intra-articular. خلينا نتكلم بالinterarticular اول. intra-articular طبيعي اذا فيه، احنا قلنا الفيمر هو استابيلوم، الفيمر اقصد الهيب جوينت هو استابيلوم
و head of femur. فطبيعي إذا كان فيه أشياء داخل والهيد اوف فيمر يتحرك راح تعطيك سنابينج سنسيشن. طيب وش الأشياء اللي داخل؟ يا لوس بادي ولا ليبروم تير دخل على داخل. فيعني هذا التايب الأول انتر ارتيكولار سنابينج، ما في شيء برا، كل شيء يحدث داخل الجوينت. ممتاز. الانترنال سنابينج والاكسترنال سنابينج بنشوفها في ال 3D موديل بعدين نرجع. طيب ممتاز. احنا قلنا في internal snapping و external snapping. طيب فأكيد فيه، وقلنا ان snapping hip syndrome يعني snapping sensation caused by snapping muscle around bony prominence، صح؟ طيب فزي ما انتم شايفين في two muscles هنا وان تندن هنا. نبدأ بالانترنال سنابينج اللي داخل. ممتاز. هذا اللي داخل هنا في عندك السوس ميجر والإلياكس مصل، هذه نسميها إليوسوس مصلز. إليوسوس is the major flexor of the hip. ممتاز. فهم اللي يسوون لك فليكشن هذا ال البادي من اللاترال سايد. ففليكشن هو كذا. طيب فوش يسوون؟ يسحبون الهب على قدام مما يؤدي الى فليكشن اوف ذا هب. ممتاز. طيب ف الانترنال سنابينج هو لما تندن الاليوسوس سنابس ذا فيمورال هيد او الاليوبكتينيال لاين. ممتاز. يعني نورمالي انت تشوف هنا اصلا ان الفيمورال هيد قريب جدا من التندن، صح؟ فيعني في susceptibility انه راح يكون في snapping. فاللي يزيد الريسك انه لما يكون العضلات شادة هذا يؤدي الى more risk of snapping. طيب فهذا التايب اول اللي هو internal snapping. طيب غالبا ما راح نشوفه لانه داخل around muscles و يعني tendons، فصعب نشوفه. وراز الاكسترنال سنابينج يعني مره عند السكن، هذا هو ال اليوتوبيال تراكت اللي هو اي تي تي اليوتوبيال تراكت. لو تلمس فخذك على جنب راح تحس فيه زي تندن شاد، هذا اليوتوبيال تراكت اي تي تي. ممتاز. فهو اصلا طبيعته انه راح يكون يضرب في الجي تي الجريتر تو كانتر، هذا هو الجريتر تركانتر. وهنا داخل فيه لو نشيل هنا هذا الصغير هو الليستر تركانتر ال تي، هذا جي تي. فنورمالي ال اي تي تي اللي هو اليوتيبيل تراكت يعني ربز اراوند الجي تي. طيب ولكن اذا كان الاي تي تي يعني مره شاد راح يعطيك سنابينج سنسيشن اراوند ذا جي تي. الحين بوريكم فيديو يوريكم كيف ان السنابينج سنسيشن ما راح يكون سنسيشن، راح يكون فيزيبل سنابينج، راح تشوف السنابينج قدامك بين الاي تي تي والجي تي اللي هو جريتر تروكانتر مع اليوتيبيل تراكت. ممتاز. فهو الاكسترنال سنابينج على برا. ممتاز. وراز الانترنال سنابينج اللي هنا داخل صعب تشوفه، يعني زي ما قلنا لو هنا نرجع كل المسلز يعني اصلا حتى لو كان في سنابينج داخل ما راح تشوفه. عندك يعني مجموعه مسلز كثيره لازم تشيلها عشان توصل لهنا وراز الاي تي تي هذا هو هنا، يعني خلاص هنا مره سكن. الحين يعني الحين تقدر تشوف الحين يعني خلاص هذا سكن، فانت تقدر تشوف الاليوتيبيل تراكت من هنا. ممتاز. طيب فشفنا الاكسترنال سنابينج والانترنال سنابينج. قلنا الاكسترنال سنابينج هو اليوتوبيل تراكت والانترنال سنابينج هو اليو سواس مصر. ممتاز. طيب هنا بنشوف الاكسترنال سنابينج وانت تسوي هيب فليكشن واكستنشن راح تشوف فيزيبل سنابينج هنا، هذا اكسترنال اليوتوبيل تراكت
مع الجي تي، شوف سنابينج ممتاز. من داخل راح نشوف التريتمنت اوبشن. طيب فنرجع، قلنا في internal snapping مع الـ LU سوى standing و external snapping مع الـ LU تبي التراكت. طبعا الـ internal is the most common. طيب شفنا هذه وش هو internal ولا external؟ اللي قال internal صح، طبعا هذه external، هذا الـ LU تبي التراكت. الـ LU تبي التراكت هو الأبيض، طيب هذه أبيض، هذه المصل وش اسمها؟ هذه تنسر فيشيا لاتي، اللي هو تنسر فيشيا لاتي تي اف ال، هذا المصل اللي هنا. ممتاز. طيب دياجنوستس راح يجيك هيستري، اذا قالك سنابينج مع الهيب موفمنت غالبا راح يكون سنابينج هيب سندروم، مو شرط معاها بين، ممكن بدون بين، راح يكون اجريفيتد باي اكتيفيتي يعني منطقي. والكليكينج واللوكينج هذه نسميها يعني ميكانيكال سيمتومز، غالبا راح تيجي مع الانترا ارتيكولر تايب. ممتاز. بالفيزيكال اكزام you will see external snapping and you will hear internal snapping. external snapping شفناها قبل شوي صح؟ يعني تقدر تشوفها واضحة مرة وسهلة، اما الانترنال snapping you can hear it. صراحة دورت مقطع ما حصلت، معليش. هذا اوبرز تيست، ممكن برضو you can detect الشد اللي بالإليوتيبيال تراكت. طبعا راح تسوي هنا، راح you will press هنا مع على الهب، طيب press here، راح تسوي flexion للني وراح تسوي abduction. طيب إذا تركت اليدك هنا والرجل ما رجعت تحت، هذا يعني وشو؟ ان في شيء شاد الرجل مع هنا. طيب وش اللي هنا برا؟ قلنا اللي تبي تركت، فاذا تركت يدك اللي فوق الرجل ما نزلت تحت، يعني ان الاي تي تي اللي تبي تركت يعني تنس شاد. طيب هذا مو دايجنوستيك، هذا بس خليك يعني يعطيك دليل ان اللي تبي تركت شاد. طيب imaging غالبا هو يعني to rule out other disorders، سواء intra-articular ولا soft tissue disorders. ultrasound ممكن تسويها to see dynamic visualization. الاكس-ري ما راح تقدر تشوفه وهو يتحرك، اما الالتراساوند تقدر تشوف ال tendons وهي تتحرك حول الهب، فممكن هذا يعطيك يعني better views. ولكن يعني زي ما قلنا الـ MRI is the gold standard. طيب treatment راح نبدأ بالـ non-surgical، إذا كان painless يعني منطقي painless no treatment، بس snapping sensation. بس إذا كان painful ممكن راح يكون فيه exercises. وش يعني الـ exercise يدور حول إيش؟ هذه التمارين كلها حول إيش؟ to stretch المصل يعني شادة مرة زي الجيتار وتر الجيتار، فأنت تبي تخليها more relax مما يقلل السنابينج. طيب ما نفع لا كذا ولا كذا أو في pain، راح نروح للسيرجيكال تايب. في الإكسترنال سنابينج احنا قلنا هذا هو الاليوتيبيل تراكت. طيب هو يعني كنت يعني recurrent snapping هنا فيه البورصة، فراح يصير عندك بورسايتس. بورسايتس هذه غالبا يعني to treat it you must excise it، تشيلها. كيف تشيلها؟ تسوي زد انسجن بالإليوتيبيال تراكت، تشيل البورصة وترجع تخيط. طيب طبعا ما يمديك تشيل الإليوتيبيال تراكت لأنه يعني very important tendon من الهب إلى الني، فما تقدر تشيله. فوش راح تشيل؟ راح تشيل الشيء اللي سبب pain اللي هو بورسايتس. هنا هذه normal بورصة ما هي inflamed، بس هنا مع ال continuous snapping راح يسوي بورسايتس inflammation of the bursa. طيب هذا في external snapping. ال internal snapping راح نسوي release لل iliopsoas tendon.
هذا الاليوسوس قلنا تو ماسلز، سوس ميجر والالياكس، وهنا في تندن. راح نقص جزء من التندن، ما راح نقصه كله طبعا، لو قصناه يعني خلاص ما في فايده من الماسلز هذه. ف يعني ريليس يعني سمول انسجن في التندن يقلل السنابينج سنسيشن. طيب واذا كان انتراتيكلر، انتراتيكلر ندخل بالارثوسكوب و ريموف اللوس باديز. ممتاز. طيب هذا بما يخص سنابينج هيب سندروم. طيب اخيرا الابو فيزيال افلجن انجري. هذه اسهل ديزيز، يعني اسهل ديسوردر تو بي اكسبلايند، بس اصعب شيء انه يو كان ديتكتد، يعني مو مره صعب بس يعني اصعب الفور. بكل اختصار العضله عندها كونسنتريك وايسنتريك كونتراكشن. طبعا هنا جبنا مثال البايسبس لانه اسهل شيء. الكونسنتريك هو لما اسوي فليكشن للارم العضله راح تصغر. طيب وش راح يصير فيه؟ راح يصير فيه pulling of the insertion. الانسيرشن هنا احنا نسحب الانسيرشن. طيب طيب whereas الايسنتريك احنا نطول العضله. طيب وش راح يصير فيه؟ راح يصير فيه pulling of the origin. هنا الاوريجن في الشولدر راح نسحبه، whereas في الكونسنتريك احنا نسحب الانسيرشن. طيب في الايسنتريك احنا نسحب الاوريجن والعضلة تطول، يعني هنا العضلة تكسر. طيب فلما العضلة تطول هنا وتسحب معاها الأوريجن وش راح يصير فيه؟ راح يصير فيه أفلجن. ويعني ترمينولوجي الأفلجن وشو؟ أنه يعني part of the bone that is connected to the tendon is pulled out of place. فراح يصير فيه أفلجن إنجري زي ما يكون هنا. هذه مصل، هذا التندن في البون، وش راح يصير فيه؟ المصل سحبت البون معاها، سحبت الجزء اللي كونكت تندن مع البون سحبتها معاها. ممتاز. طيب راح يجيك هسري وشو؟ سدن سنابينج. يعني من كل هالثلاث كاركترستيك السدن إذا يعني ستاند اوت. فإذا قالك سدن وفي الرياضة وكذا وسمعت بوب ساوند بعدها بعد الإصابة جاني بين ويكنس وكذا، يعني put avulsion injury on your mind. طيب physical exam راح يجي بlimping وtenderness around avulsion injury. طيب هالصورة يعني جدا جدا مهمة، جت بالأوسبي، مو جت بالأوسبي يعني جت بالأوسبي يعني شيء زي كذا، بس عشان تقرأ هالإكس راي لازم تعرف هالصورة. وش يعني هالصورة؟ هذه هي origin of the muscle. فهنا عندك التنسر فيشيليتي متصلة هنا وتنزل تحت، ركتس فيمورس متصلة هنا وتنزل تحت، الإليوسوس متصلة هنا بس تكون فوق. طيب فهذه sites that the muscle is connected to. طيب هنا بالإكس راي فيو. ممتاز. فهذه الصورة يعني جدا مهمة صراحة، راح نشوف ال interpretation تحت. طيب نبدأ هنا. هذا view of the hip joint، نشوف الفيمر، نشوف الاستبيلم، نشوف superior iliac spine وهنا inferior iliac spine. طيب هنا وش المشكلة؟ هنا في avulsion injury في anterior inferior iliac spine، anterior inferior iliac spine. نجي هنا نشوف الـ anterior inferior iliac spine وش المصل connected to؟ rectus femoris. طيب فكذا غالبا تجي الأسئلة، يعطيك اكس راي يقولك يعني what is the injury، تقول له this is avulsion injury of the rectus femoris muscle
caused avulsion of the anterior superior iliac spine. طيب نجي هنا وش فيه؟ وين الافلجن انجري؟ هنا الافلجن انجري في الاليك كرست. نطلع فوق نشوف الاليك كرست وش في المسل ابدومينال ماسلز. طيب نجي هنا اليك كرست ابدومينال ماسلز ممتاز. هنا نشوف اسكيل سباين، لا مو الاسكيل سباين، شو اسمه اسكيل تبرستي، اسكيل تبرستي وش المسل هامسترينجز. هنا وش فيه؟ هنا نفس الكلام اليك كراست. طيب فلازم تعرف السايت مع المسلز ممتاز يعني طيب وبالنسبة للتريتمنت غالبا راح يكون نون سيرجيكال اوبشن، يعني رايس ريست ايس كومبريشن ريليفيشن، لان الافلجن ما هو فراكشر يعني مينيمال انجري، فما يحتاج تفتح وفكسد. متى تسوي سيرجري اللي هو open reduction thermal fixation نفس اي فراكشر، اذا كان ال displacement more than 3 centimeters or painful non-union. فطبعا هنا يعني سو open reduction thermal fixation للأفلجن. وين الأفلجن؟ يعني وش هو هذا السايت؟ هذا ال anterior inferior iliac spine، لأن هذا الانتيرير سوبيريور اليك سباين وهذا الاليك كراست، فيصير هذا الانتيرير انفيرير اليك سباين سوى له سكروز وثبته. طيب كده خلصنا. ان شاء الله حاولت ألخص الموضوع قد ما أقدر وأتكلم عن الأشياء المهمة، فيعني ضروري تقرون عن الديزيز زيادة، بس إذا ما عندكم وقت إن شاء الله إن هذا برزنتيشن حاول يلخص ويعطي الأشياء المهمة. موفقين إن شاء الله باختباراتكم، وهذا إيميلي إذا في أي أسئلة، والله يعطيكم العافية.